بأنها تشوش بالنسبة إلينا الانتخابات الرئاسية الحالية تشكل استحقاق مفصلي كبير مهم في ظرف سياسي دقيق جدا تمر به الجزائر ويمر به العالم ككل. لما يتعلق بانتخاب مثل الانتخابات الرئاسية ينبغي أن يدرك الجزائريين والجزائريات أن مشاركتهم في هذه الانتخابات تمنح الانتخابات أو تمنح الرئيس القادم الشرعية الشعبية. برنامجنا برنامج الفرصة اللي نأمل أنه لما ينتخب علينا الشعب الجزائري إن شاء الله راح نجسدوه ب 62 تعهد موجودة في هذا الكتيب، ولكن هذه 62 تعهد ما هيش تعهدات صغناها صياغة مثلا قال كتبناها برك هكذا قال جت في بالنا فكرة وضعناها، لا، هذه تعهدات مبنية على دراسات تاع خبراء، دراسات تاع ناس مجربين، دراسات تاع ناس اللي عندهم إمكانيات من خلالها حلوا الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تاع البلاد، وضعوا تصور لمعالجة كل الاختلالات، وضعوا تعهدات اللي تشمل الأولويات الكبرى، أولوية إصلاح بيئة الحكم وتجاوز العراقيل البيروقراطية والممارسات الإدارية المعرقلة، وقيام بإصلاحات شرعية وقانونية، والقيام بإصلاحات من شأنها إقامة الحوكمة، وأولويات أخرى مرتبطة بكرامة الإنسان والحفاظ على كرامته وعلى جودة تعليمه وصحته، أولوية أخرى متعلقة بهذا البعد الاقتصادي الكبير، لأننا ندرك أن العالم الآن الصراع فيه أحد أوجهه الكبرى والمتحكمة والحاكمة هي الصراع الاقتصادي على الثروات، على التحكم في التكنولوجيا الجديدة، على التحكم في الذكاء الاصطناعي والذكاء الرقمي، وأيضا تنمية اجتماعية تقوم على الاستقرار، ولعب الجزائر دور محوري إقليمي من خلال أمنها. ونحن نعتقد أن أمن الجزائر الجيش الوطني الشعبي يؤدي دور في حماية سيادة البلاد والحفاظ على أمنها، ولكن هذا الدور لابد أن يكون دور متكامل مع الدور الشعبي، لأن الدور الأمني وحده ما يكفيش، لازم نوفر السكينة داخل المجتمع لتخلي مجتمعنا متجانس متضامن مترابط في الدفاع على بلاده، يؤدي دور ثانوي مهم في إطار دعم مجهودات الجيش الوطني الشعبي في حماية الوحدة وفي حماية السيادة وفي حماية الاستقرار تاع البلاد، وبالتالي هذا الدور يكون دور سياسي من خلال تجند الطبقة السياسية وتجند مشاريع الإصلاح السياسي، مشاريع التجديد، مشاريع التغيير، في أنها تعبئ الشعب الجزائري حول هذه الأولويات الكبرى.